خلينا نروح من امام استاد القاهره، المباراه المهمه النهارده قبل نهائي الاهلي ومازيمبي، والزميل العزيز فاروق صلاح من امام الاستاد عشان يقول لنا اجواء ما قبل المباراه. اتفضل يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن هيثم، برحب بيك وبرحب بضيوف مصر وكباتن مصر الكبار كابتن محمد السلعاوي وكابتن نبيل بخيت، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وجبه اهلاويه خالصه بتقدم على قناه النادي الاهلي وكاميرا قناه النادي الاهلي، بتنتقل ما بين الملاعب من الطائره للبال، وباذن الله بالتوفيق لفريق النادي الاهلي في مباراته النهارده في البال وايضا مواجهه النادي الاهلي امام مازيمبي. خليني اقول لك يا كابتن هيثم، احنا موجودين امام يعني استاد القاهره الدولي او من داخل محيط استاد القاهره الدولي، جماهير النادي الاهلي بتعمل ملحمه، يعني في الوقت اللي انا بكلمك فيه يا كابتن هيثم جماهير النادي الاهلي بتملا جنبات استاد القاهره بالكامل، يعني ما فيش مكان لقدم، جماهير النادي الاهلي جت من كل المحافظات، ناس جايه من اسوان من الاقصر من قنا من اقصى الصعيد، ناس جايه من الشرقيه من اسكندريه من المنصوره من البحيره، كل الاماكن النهارده عندهم ثقه كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي. طبعا مجهود كبير جدا مبذول من الشركه الافريقيه من القيادات الامنيه الموجودين، طبعا ابواب الاستاد مفتوحه من الساعه 12، طبعا يا كابتن هيثم تم تخصيص بوابه مدخل آلة رشجان لدخول جماهير المقصوره الراسيه والدرجه الاولى، بوابه صلاح سالم لدخول جماهير الدرجه الثالثه شمال والدرجه الثانيه، بينما بوابه طريق النصر لدخول جماهير الدرجه الثالثه يمين. عايز اقول لك ان الجماهير النهارده بتعمل ملحمه، في الوقت اللي انا بكلمك فيه تقدر تقول كل استاد القاهره بالكامل امتلأ بكل جماهير النادي الاهلي. كل التوفيق ان شاء الله لجمهورنا العظيم النهارده اللي يكون اللاعب رقم واحد، كل التوفيق لفريقنا لفريق النادي الاهلي النهارده يقدر يحقق الانتصار عشان يعمل رقم قياسي جديد في القاره الافريقيه بالصعود للنهائي الخامس على التوالي. انا موجود معاك طبعا يا كابتن هيثم لو في اي استفسار او اي تساؤل. فاروق صلاح بشكرك شكرا جزيلا.